فالحنيفية هي الدين القيم، وهي التي أمرنا الله بها نحن المسلمين. وأما دعاء الأموات أن يدعو للإنسان، فهل هذا من الشرك أم لا؟ هذا ليس من الشرك، بل هو من البدع المحدثات. أن يأتي عند قبر فيقول يا فلان ادعو لي، فهذا ليس من الشرك بل هو من البدع. وفرق بينه وبين أن يأتي الإنسان إلى القبر ويقول يا فلان اغفر لي أو كن شفيعا لي عند الله ونحو ذلك. شيخنا الكريم يقول: هل هذا القول صحيح الذين يقولون إذا طلبت من الميت أن يدعو لك فهو من الدعاء البدعي وليس من الشرك، هل هذا القول صحيح؟ هذا قول باطل. طلب الحوائج من الأموات شرك، لا ينازع في هذا أحد. أما طلب الحوائج من الحي الذي يقدر عليها فلا بأس، هذا من الإعانة، التعاون على البر والتقوى. وأما الميت فلا يطلب منه شيء، وإنما يطلب له، الميت بحاجة إلى أن يطلب له دعاء، يدعى له، تصدق عنه، يحج عنه، يعتمر عنه، فهو بحاجة ولا يطلب منه شيء وهو ميت. نعم.